صباح الخير، صباح الوقاية من الأمراض. اليوم حلقتنا لتقوية عضلات البطن ما بعد الولادة. طبعاً بيقدروا الغير والدين كمان يستخدموا هاي التمارين، رح تكون على وزن الجسم واستخدام مقاومة ثابتة والستب والفرشة. اليوم حشاركني كوتش معتصم. خلينا نبلش في البداية على الستب، نحمي المنطقة تاعت البطن. دايماً بدنا نشد هلأ على منطقة البطن اللي رح نستخدم عضلاتها. طبعاً بنوصي للي والدة طبيعي تستخدم هاي التمارين ما بعد 8 أسابيع، من 3 ل 8، والقيصرية من بعد 5 ل 8 أسابيع من هاي التمارين. طبعاً بالبداية بعد الولادة بأسابيع عادي تمشي، بتقدر تمشي، بتقدر تستخدم التمارين الهوائية الخفيفة لتبلش تحمل. دايماً اللي بتولد بتخاف تبلش رياضة، بس إحنا دايماً بنوصيها إنها تستشير دكتورها في البداية للتمارين وخاصة القيصرية. هلأ رح نعمل تمارين عن طريق المقاومة الثابتة، رح نستخدمها لفها هون ونعمل سايد ونعمل انقباض للعضلة في الجهة اللي بنعملها تمرين، ونفس ندخل الأكسجين أكثر للعضلة. نتجه للسايد الثاني، نحاول نعمل انقباض أكثر على العضلة الجانبية من البطن. إذن ما بعد 3 أسابيع للولادة الطبيعية، من 5 إلى 8 للولادة القيصرية بعد استشارة الطبيب. أوكي، رح نستخدم هلأ برضو كمان مرة الستيب، إنه إحنا نعمل للكور هون ونعمل انقباض وننزل، نمد جسمنا نعمل انقباض، نفس ندخل أكسجين أكثر، الاتجاه الآخر، نحاول ما نعملها بسرعة، دائما ببطء الحركة عشان نعطي العضلة الحيز تاعها من الانقباض. رح نستخدم هلا كمان مرة المقاومة الثابتة، رح أحطها بثبات رجلي، رح أستخدم إيدي الثانية ورح أنزل بإيدي في حركة جانبية باتجاه الركبة، ظهري باستقامة، انقباض لعضلة الخصر ونفس. دائما بنوصي لما تبلش رياضة تحت إشراف الدكتور أو بعد موافقة الدكتور المختص في حالتها. دائما بيصير بعد الولادة ارتخاء في العضلات وتمدد فيها، هاي التمارين راح تحفز على إنها ترجع العضلات للحالة الطبيعية. باتجاه الآخر لازم أحس بالعضلة اللي أنا عم بستخدمها حالياً. نفس أكثر، أكسجين أكثر، نضرب ثاني أكسيد الكربون لتحفيز العضلة أكثر والدورة الدموية. أوكي، رح أستخدم هلأ الفرشة لنعمل تمارين أرضية. رح نعمل
إنه نلمس الركبة ونرجع للعضلات العلوية للبطن. نفتح الصدر، ما نخلي في انقباض بظهرنا، نركز بس في عضلات البطن. نكرر هاي التمارين في البداية جولتين لثلاث 12 مرة. اوكي، رح نستخدم هلا حركة بسيطة في رجلينا كأنه عم نسوق بسكليت. نقدر نحط ايدينا تحت اللور باك عشان نعمل له سبورتينج. احنا هيك عم نحرك العضلات السفلية من البطن، اللور ابس. نفس. اوكي، رح نعمل مع هاي الحركة برضو نحرك عضلاتنا كاملة. انا رح اخذ الايزي اوبشن منه، الحركة السهلة، معتصم رح ياخذ التمرين الطبيعي. انا رح اعمل 1 وارجع 2. نفس. ستوب. رح نعمل هلا حركة جانبية، ألمس أطراف الرجل وظهري شوي مرفوع. نفس. اوكي، رح احط ايدي باتجاه الداخل للركبة والمس داخل الركبة واطلق. اخر مرة. رح نستخدم هلا لتقوية العضلات الظهر المقابلة للبطن، هي جدا مهمة. رح نرفع بطريقة البريدج على كعب رجلي وكتافي، رح نرفع منطقة الخصر ونعمل سكويز للهيبس واللور باك. نعمل هولد 10 ثواني وننزل تاتش للفلور ونرد نطلع على طول. نعملها 12 مرة في 3 جولات. وبهيك انهينا حلقتنا اليوم للولادة، ما بعد الولادة عضلات المعدة. ننتقل لفقراتنا في دنيا دنيا.